للحديث أكثر عن استمرار الانتهاكات بحق الأهالي العزل في بعض قرى المقددية بمحافظة ديالى، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا بك دكتور هلال. يعني كما تعلم بذريعة ملاحقة تنظيم داعش، لا تزال الميليشيات ترتكب مزيدا من الجرائم ضد المدنيين وتوسع من عملياتها في قرى المقددية. السؤال هنا، هل لا يزال العالم يصدق فرية داعش ومكافحتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله مساءكم بكل خير، نسأل الله العفو والعافية لمن بقى ملائنا في المقدادية وفي ديالى وفي كل العراق، وأن ينجينا من هذا البلاء الذي سيطر وحل على العراق بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني المركب من العراق. بكل تأكيد حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له. الآن داعش، هذه الفرية الكبيرة التي هي برنامج أمريكي إيراني مشترك للانتقام من المناطق التي ثارت منها المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي، ونحن نعلم هذا الأمر، وأصبح جليا من الذي يدفع ومن الذي يدرب وكيف دخلوا وكيف استغلت هذه لتدمير هذه المناطق، والأمر واضح جدا. وإلا محافظة ديالى تحديدا فيها قرى سنية وقرى شيعية، لماذا دخلت داعش إلى القرى السنية فقط ولم تدخل إلى قرية شيعية واحدة؟ هذا الكلام كله يدل على أن هناك برنامج وهناك خطة لتهجير السكان من أهل السنة في ديالى. وأنا الحقيقة هذا المصطلح أصبح واقع حال، نحن نتحدث الآن كعراقيين أن هناك مشروعا إيرانيا يرتقي على ما يسمى محاربة داعش، والتقى مع المصلحة الأمريكية بالانتقام المركب، فبالتالي أصبح قتل هؤلاء الناس مشروعا وتحت أنظار المجتمع الدولي. الآن نأتي على قضية واضحة للأطراف، إذا كان مجرمو داعش كما يدعون، نأتي كما هو السياق الإعلاني أو الداخلية لما تسمى الداخلية وقوى الأمن العراقية التي وقفت متفرجة تشاهد عمليات القتل والتهجير للناس ولم تفعل شيئا، ترى المجرمين رؤيا العين، لا تسمع بهم ولا تطاردهم وتبحث عنهم في البيوت وفي المساجد وفي المساجد، لا تراهم رؤيا العين وهم يقتحمون المنازل ويحرقون ويقتلون، وتبارك لهم هذا العمل. وقوف الشرطة والجيش، ما يسمى قوات الشرطة والجيش، ومتفرجين على الجريمة وهي تحصل لهم شركاء أساسيون، لأن هذا مهمتهم الدفاع عن المواطن الذي لا حول له ولا قوة. الآن عمليات كل شيء، شماعة داعش جاهزة. نعم، طيب هذه الانتهاكات يا دكتور، المسرحية أصبحت مملة. نعم، طيب هذه الانتهاكات لنا بمشروع آخر أخي الكريم. هذا نعم، إن كنت تسمعني دكتور هلال، إن كنت تسمعني، يعني هذه الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات ضد المدنيين العزل في المقددية، إلى أي مدى ترى أنها ترجمة فعلية لتهديدات قيس الخزعلي وأبو علي العسكري مع بداية أزمة المقددية؟ تفضل أخي الكريم. هذا الموضوع ليس جديدا، ديالى كانت مستهدفة منذ البداية، منذ بداية الاحتلال وتفريس العراق الهدف الأساسي. هناك مشروعا إيرانيا مغطى بالمذهبية عملت عليه إيران منذ سنين، أو بل منذ مئات السنين، عشرات السنين، وهي تعمل على هذا الموضوع وتجند كل هذه الطوائف لخدمة المشروع الإيراني. أين كانت هذه الميليشيات الولائية لإيران عندما قتلت المتظاهرين من الشيعة في الناصرية، في كربلاء، في واسط، في البصرة، في كل مكان؟ أين كانت الحكومة ما تسمى الحكومة العراقية عندما يقوم هناك ميليشيات تابعة لوزارة الدفاع العراقية وتقول نحن نأتمر بأمر خميني، بأمر خامنئي؟ وعندما اعترف المجرم حمزة ماهي الذي اغتال الصحفي أحمد عبد الصمد وصفاء غالي أمام المحكمة بأنه نحن نفذنا هذا الأمر بأمر من فتوى. طيب دكتور هلال، من علي خامنئي. نعم، لنبقى في موضوعنا الآن، يعني هذه العمليات تخلف حالة من النزوح وثقتها وزارة الهجرة نفسها. السؤال هنا، هل تتوقع تغييرا سكانيا للقرى المهجرة كما حدث مع القرى المجاورة من قبل؟ نعم، هذا هو جفف صخر جديد أخي الكريم. العمليات التهجير للسكان لأهل السنة من هذه المناطق
وهم ليست أهل السنة فقط، وإنما يشمل كل الذين ينتقدون المشروع الإيراني أو التواجد الميليشياوي الذين لا يرتبطون بالمشروع الإيراني، لأنه نعرف أن هذه العاملين قيس الخزعلي هم تواجدوا في المنطقة، ومحافظ ديالى هو ضمن جوقة الإجرام التي فرضت الآن تفرض سيطرة على ديالى وحتى على العوائل التي هجرت. هذا المشروع قائم على قدم وساق وبموافقة الدولة وبعلم الدولة، ولهذا السبب لم يتم إصدار أي قرار قضائي بملاحقة المجرمين القتلة الذين نعرفهم، أما الذين لا نعرفهم الذين قالوا أنهم دواعش وقالوا هذا الكلام كله غيبي، لكن الذين قاموا بعمليات الهجوم على القرية الإمام وقتلوا وفجروا وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ وحرقوا البساتين. طيب لماذا تحرق البيت؟ أنت تلاحق مجرم أم تلاحق تريد الانتقام؟ إذا هناك مشروعا قائما على قدم وساق لتهجير هؤلاء الناس بحجة أو بغير حجة. لماذا لم يكن لهؤلاء القرى وأهل السنة ميليشيات تدافع عن نفسها؟ لم يسمح لهم بذلك، قالوا عنهم دواعش والتهمة جاهزة. كل عمل يراد منه انتقام قالوا هذه داعش، وهذا داعش معناته أهل الفئة هذه الحرب الطائفية التي لا نهاية لها. لكن الحقيقة القائمة التي يجب على كل القوى الوطنية العراقية والمنظمات وحقوق الإنسان أن تدول قضية العراق. الآن مللنا من الشكوى، ولكن هذا هو أحد السبل لكي نضع هذه الجريمة أمام القضاء الدولي، أمام المحكمة العدل الدولية. شكرا. تكون عالم على بينة. الأكاديمي والباحث السياسي دكتور هلال دليمي كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.